البطوله العربيه فاروق ما شفناهاش بعد حسين فيصل يعني انت احمد الأقرب. رفعت عمل بطوله نفس الكلام قويه مع ابو جبل نفس الطريقه في لعيبه عملت بطوله قويه صح. لكن ما اتخدتش بعد كده فده ممكن بس برضه ما استمروش ما انت عمر كمال عبد الواحد لما انت احتاجته يلعب في الحته اليمين لعبته واداها بشكل جيد ولعب في بطوله الامم الافريقيه لكن انت المشكله ان انت في الاستمراريه ان في لعيبه ما كملتش وده يمكن عملت نوع عند اللعيبه في احباط يا فاروق ان انت هتعتمد على اللعيبه المحترفين بس وده اللي احنا شفناه في امم افريقيه لما الراجل قال لك لا انا مع ان في لعيبه اشدنا بيها في البطوله العربيه وعملت بطوله قويه جدا وفي لعيبه اتالقت بشكل كويس جدا يعني انت النهارده احمد رفعت من ساعتها اختفى وعمر كمال عبد الواحد ما شفتوش تاني مين حسين فيصل وعندك في لعيبه كذا لعيب لكن انت النهارده لو هتاخد من لعيبه المنتخب الاولمبي لا في ممكن 3 4 اللي يتعدى على الصوابع وفي نقطه كمان يا فاروق مش كل اللعيبه لكن عشان تديهم لازم تضمهم ياخدوا احساس يتعاملوا مع اللعيبه ياخدوا خبرات ياخدوا احتكاك كويس جدا فانت هتضمهم امتى ما اللعيبه دي صغيره وهتكمل معاك واعمارهم السنيه صغيره هيكملوا معاك وهياخدوا الخبرات ولازم يلعبوا ممكن تديهم تزقهم تديهم ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة فكل اللعيبة اللي موجودة لازم مثلا عايزينهم الأول إن شاء الله في بطولة الأمم الأفريقية يا كابتن يعني إن شاء الله يطلعوا كده من ضمن أول ثلاثة تبقى شرس بص يا رؤى يمكن أبو الدهب بيشرح دلوقتي اشرحها كده من بعيد محمد عبد المنعم بيلعب إزاي إصابة أكرم صح وفجأة لعبت عمر كمال لعب واحد ليه اما حجازي اتعور فدخلت عبد المنعم جوه ليبرو ولعبت عمر كمال باك رايت عبد المنعم كان بيلعب باك رايت ساعتها هو كان باك رايت بعد اكرم توفيق اما حصل اصابه الحجازي قمت مدخل عبد المنعم جوه ولعبت عمر كمال باك رايت بص يا عمرو بس عشان برضه ما تظلمش المدير الفني اللاعب المصري بخيل بطبعه مش هيطلع كل حاجه عايز يأدي وهيطلع وما بيطلعش 90% من طاقته يا فاروق او بيلعب على قد المباراه زي ما شفنا النهارده النهارده بتلعب فريق يعني انا بتكلم على الحاله اللي احنا كنا فيها ان انت بتلعب فرقه لازم اضغط عليها من برا اجيب جون واثنين وثلاثه واربعه وازود عدد الاهداف بحيث ان الراجل يطمن يبتدي يغير اللعيبه خلاص انا اطمنت عليك انا محتاج ان انت ما تبقاش بخيل بجودك بخيل بضغط عليك بخيل ان انا ارفع اوفر ان انا اجيب باص لكن انت عندك لعيبه لا عندنا لعيبه كويسه جدا لكن المشكله برضو لازم ادي احتكاك قوي يا فاروق ولازم ادي اللعيبه الثقه لمنتخب مصر كلها على اللعيبه انا بكلمك وانا بتفرج كمشاهد ان انت بتتفرج كلاعب كوره انت بتحس ان في لعيبه مهما تعمل مش هتلعب لان في عارف ان في اماكن محجوزه لبعض اللاعبين لكن انت النهارده لو عملت المنافسه القويه دي لا هتخلق فرقه واثنين وثلاثه في منتخب طيب احنا ان شاء الله منتخبنا الاولمبي عنده 3 مباريات عندنا احنا طبعا هنا معانا مالي والجابون والنيجر